في ناس ممكن تعمل أي حاجة وتدوس عليك لمجرد إنها توصل لناس تانية على حسابك. النوعية دي لو ببلاش ما تشتريهاش. في ناس بتفضل طول الوقت تتعامل على إنها أقرب الناس ليك، ومع أول موقف يعايروك ويقولوا لك إحنا عملنا لك وعملنا لك. النوعية دي لو ببلاش ما تشتريهاش. في ناس بتوهمك إن قلبها عليك وبتحاول تفكر معاك إنها إزاي تساعدك، وهي في الحقيقة بتستغلك. النوعية دي لو ببلاش ما تشتريهاش. في ناس عاشت عمر بحاله تقنعك ان انتوا اخوات وان الصداقه اللي بينكوا كبيره ويفدوك بروحهم، ومع اول خبطه ليك يعايروك بضعفك. النوعيه دي لو ببلاش ما تشتريهاش. في ناس كدابه رغم صدقك، خاينه رغم اخلاصك، منافقه رغم صراحتك، كرهاك رغم محبتك ليهم، بيعاك رغم انك ياما اشتريتهم. النوعيه دي لو ببلاش ما تشتريهاش. فوقوا ونقوا الناس، وبلاش تعيشوا عمركم كله تدفعوا تمن ثقة خايبة وعشم مش في محله، عشان النوعية دي لو ببلاش ما تشتريهاش.